تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء المملكة حفظه الله، عقد مساء اليوم حفل التخرج التاسع لطلبة التمريض والدراسات العليا من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية، حيث أناب سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح لحضور حفل تخريج عدد 83 ممرضة وممرضة. وقد تعهدت الطلبة بتقديم الدعم والمساندة للمرضى وأن يكونوا رسل رحمة وتأدية الرسل النبيلة. إلى ذلك عبرت سعادة الوزيرة الصالح عن بالغ تهانيها وتبريكاتها لسمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة، كما نقلت تمنيات سموه حفظه الله لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة، وأشادت فيها برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لهذا الحفل، مؤكدة على أن تلك الرعاية تعد دليلا واضحا على دعم سموه للمسيرة التعليمية والصحية في المملكة، وتأكيدا على حرص سموه على حصول أبناء البحرين على تعليم طبي وصحي متميز نظرا لما تمثله الكلية الإيرلندية للجراحين من مكانة مرموقة في مجال تعليم وإعداد الأطباء وأفراد الفريق الصحي. وأكدت نائبة راعي الحفل على اهتمام حكومة المملكة بالقطاع الصحي في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنمية الكوادر الطبية البحرينية وتأهيلها تعليميا وتدريبيا وفق أحدث الأساليب العلمية. ورفعت وزيرة الصحة خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للخريجين، متمنية لهم أن تكلل جهودهم بكل نجاح وتوفيق في رفض القطاع الصحي والطبي في المملكة بكوادر مؤهلة.